السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي في مادة التربية الدينية الإسلامية. تعالوا يا سنة رابعة نحل مع بعض امتحان. أولا القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. السؤال رقم ألف بيقول لي أكمل الآيات إلى قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بسم الله الرحمن الرحيم. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والسؤال به بيقول معنى أحقابة ومعنى غساقة. لما يجيني المعاني يا سنة رابعة موجودة في الكتاب، معنى أحقابا يعني أزمانا طويلة، ومعنى غساقا صديدا. السؤال جيم بيقول لي على أي شيء كان يسأل المعاندون في أول السورة. تعالوا كده نفتكر مع بعض يا سنة رابعة في أول سورة النبأ عن أي شيء كان يسأل المعاندون. برافو عليكم ممتازين. عن يوم القيامة. يبقى كان يسأل المعاندون في بداية الآيات عن يوم القيامة. ثانيا الحديث الشريف. بيقول لي أكمل الحديث الشريف مستعينا بالكلمات التي بين القوسين فيما يلي: الله، اللسان، العظيم، الرحمن، الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتين خفيفتان على براف اللسان، ثقيلتان في الميزان، أحسنتم، حبيبتان إلى الرحمن ممتازين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ممتازين يا سنة رابعة. يبقى تعالوا كده نقرأ الحديث مع بعض كده مرة واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السؤال به بيقول لي معنى ثقيلتان في الميزان. تعالوا كده نفتكر مع بعض يا سنة رابعة. كنا قلنا مع بعض ثقيلتان في الميزان يعني أحسنتم، ثوابهما عظيم. جيم ما فضل الكلمات التي ذكرت في الحديث الشريف للدعاء بها؟ سهلتان في النطق، ثوابهما عظيم، يحبهما الله عز وجل، وفيها إقرار بتنزيه الله عز وجل، وفيها إقرار بشكر الله على نعمه. السؤال ثالثا الفروع. تعالوا نقرأ مع بعض الأسئلة وبعدين نحلها. أكمل ما يأتي. نشأ سيدنا إبراهيم عليه السلام في مدينة به. كان والد سيدنا إبراهيم عليه السلام يصنع الأصنام من جيم. عندما انتقل سيدنا إبراهيم عليه السلام من العراق وقد آمن به عددا نقط من الناس. السؤال الثاني بيقول لي كيف اهتدى إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الله عز وجل. طب تعالوا كده نفكر سؤال سؤال ونجاوب عليه. هقول يا سنة رابعة نشأ سيدنا إبراهيم عليه السلام في مدينة بابل. كان والد سيدنا إبراهيم عليه السلام يصنع الأصنام من الخشب، لأن احنا طبعا كلنا عارفين ان هو كان يعمل ايه. كان يعمل ايه؟ ايوه برافو عليكم يا سنة رابعة. كان يعمل نجارا، والنجارا يستخدم الخشب. طيب سؤال جيم. عندما انتقل سيدنا إبراهيم عليه السلام من العراق وقد آمن به عددا
قليلا من الناس آمن به عدد قليل من الناس يسمعون به. تمام. السؤال الثاني، كيف اهتدى إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الله عز وجل؟ ها مين هيفتكر معايا؟ حاول سيدنا إبراهيم عبادة الكواكب والقمر والشمس، ولكنها كانت تغيب وتظهر، فظل حائرا حتى اهتدى إلى عبادة خالق السماوات والأرض والشمس والكواكب، الله الذي لا يغيب أبدا. أما الشمس والقمر والكواكب فهي مخلوقات لله، وهو الأحق بالعبادة. وبكده يا سنة رابعا نكون حلينا مع بعض امتحان، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.